اختتم البرلمان العربي أعمال جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني اليوم بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك بمشاركة وفد من مجلس الشورى، حيث جرى التأكيد على أهمية المواقف العربية المشتركة لمواجهة التحديات في مختلف المجالات، وأهمها تعزيز الأمن القومي العربي في مواجهة التدخلات التي تسعى للنيل من وحدة المنطقة العربية واستقرارها. ولمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى. مساء الخير سعادة عضو مجلس الشورى، بداية ما هي أبرز القرارات والتوصيات التي تم الخروج بها من خلال جلسة البرلمان العربي هذا اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في الجلسة العامة اليوم للبرلمان العربي من أبرز الأمور التي تم طرحها والتصويت عليها بالموافقة كان وثيقة العربية لتعزيز التضامن ومواجهة التحديات، وإن شاء الله اللي سترفع لقادة الدول العربية في اجتماع القمة المقبل، وتتضمن حقيقة عدد من المطالب المتعددة بشأن عدد من الدول العربية وما تمر به حاليا من أزمات سياسية. فتم الاتفاق على كافة المحاور وإن شاء الله راح ترفع وفق الآليات للعرض. أيضا كان هناك صدر قرار من البرلمان العربي بشأن ما صدر من بعض المنظمات والهيئات الدولية، على الأخص مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، في تعليقها على الأحكام القضائية اللي صدرت في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. وإحنا نعلم تماما حكومة البحرين وكذلك حكومة الإمارات قامت بواجبها في الرد رسميا على تلك المقالطات، ولكن اليوم إحنا عطيناها البعد الشعبي فيما يتعلق بالرفض حقيقة ما تم تداوله باستمرار كتشكيك في الأحكام القضائية وبأسلوب ممنهج والمساس بالنظم القانونية والقضائية. فطبعا احنا نحترم جدا ضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها سواء على مستوى دساتيرنا وتشريعاتنا الوطنية وكذلك ما دعت اليه المواثيق الدولية، وتم ترجمة طبعا هذا القرار بكافة اللغات على اساس انه يكون عندنا تضمن تسميد تماما لكل امر تم طرحه، ردينا عليه وفق التشريع والضمانات العدالة الجنائية اللي احنا نتبعها. وكان في قرار واضح من البرلمان ان احنا نرفض الاملاءات الغير شرعيه اللي صادره من تلك الهيئات والمنظمات بالافراج الفوري غير المشروط، باعتبار ان احنا في دولنا نحترم مبدا استقلال السلطه القضائيه. ومن جانب اخر ايضا احنا حرصنا ان على تلك المنظمات والهيئات ان تلتزم بنظامها اساسا الاساسي اللي تجاوزت في حدود الاختصاص المعطى لها بحكم النص القانوني. وأيضا هذا راح يتلازم إن شاء الله مع بعد مطالب البرلمان العربي من القمة العربية الأوروبية الأولى التي تعقد لأول مرة، وتم طرح عدد من الموضوعات السياسية وكذلك الأمور المتعلقة تحديدا في السلم الأمن الدوليين. فبالتالي يعني احنا كنا وايد حريصين انه يكون في عندنا قرار واضح، وايضا نأكد فيه ان التضامن العربي بشأن اي اعتداء على اي دولة في منظومتها وسيادتها الداخلية هو امر مرفوض. ومن الامور ايضا اللي تكلمنا فيها وتم بعد الاتفاق عليها اللي هو مكافحة التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة وغسيل الأموال، حقيقة احنا بعد بيكون في رفع للمقترحات اللي تقدم فيها البرلمان العربي على أساس احنا وجدنا أنها من الآليات اللي ينبغي أن نركز عليها على أساس في الأمور اللي تكون متصلة أيضا في قضايا الإرهاب. نعم، من القاهرة سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق في هذا التمثيل الدولي.